السلام عليكم. اليوم راح أتعرف على برنامج ستاتستيكا الذي يستخدم في حساب التطبيقات الإحصائية. طبعا الإحصاء كما هو معروف هو العلم الذي يبحث في طرائق جمع البيانات وتبويبها وتحليلها من خلال مجموعة من الطرائق الرياضية أو البيانية، وتهدف هاي العملية أي عملية التجميع إلى وصف متغير أو مجموعة من المتغيرات من خلال مجموعة من البيانات المستقاة من العينة، والتوصل بالتالي إلى قرارات التعميم على المجتمع. ولأجل الوصول إلى نتائج هذه القرارات يتم استخدام مجموعة من البرامج الإحصائية ومنها برنامج الاستاتستيكا. نقوم بفتح برنامج استاتستيكا. راح نشوف هسه هذه هي الواجهة الرئيسية للبرنامج. هذه هي الواجهة الرئيسية للبرنامج، وهو مثل أغلب البرامج يحتوينا على تايتل بار واللي يمثل هنا العنوان، عنوان الصفحة، كذلك منيو بار، هذا هو شريط المنيو بار، وستاندر بار، وكذلك فورماتينج بار. إذن هذه هي الشاشة الرئيسية للبرنامج، ومن خلال هذه الشاشة الرئيسية للبرنامج نلاحظ وجود 10 أعمدة وتماثلها أيضا 10 من الصفوف. لكن في الكثير من الأحيان نحتاج إلى أكثر من 10 أعمدة وصفوف لإدخال البيانات، وعليه نحتاج إلى زيادة عددها، وتكون آلية الزيادة مثلا بالنسبة للأعمدة نذهب إلى Insert ومن ثم Add Variables. هنا ظهرت لنا هاي الشاشة. مثلا أنا أحتاج بعد 10 أعمدة ثانية، راح أكتب هنا 10. التسمية مالتها حتكون طبعا بعد العمود الثامن، هنا حتنضاف. أنا أقدر أخليها بعد العمود العاشر. التسمية مالتها حتكون نيو فار، ومن ثم أضغط أوكي. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية من خلال Formatting Bar، بالضغط على Vars حيظهر لي Add، وهي نفس الشاشة اللي أمامكم ظهرت. نقدر نخلي مجموعة من الأعمدة اللي أنت تريدها، وبعد خلينا نقول العمود اللي أنت شوف أي هو العمود اللي أنت ترغب به، ومن ثم نضغط OK. هذا بالنسبة لأعمدة. من أعلى نستنتج أننا إذا رغبنا في الإضافة يجب علينا تحديد المكان، وكذلك تحديد تسمية العمود، ومن ثم نضغط على الأوكي. بالنسبة لإضافة الصفوف هو نفس السياق تقريبا، هم طريقتين. الطريقة الأولى بالذهاب إلى Insert ومن ثم Add Case. هنا حيظهر لنا how many cases انت تريد. مثلا انا احتاج 30 حتى يصبح عددها 40. insert after 5 يعني insert بعد اللي هو الصف الخامس، وينفرض انا ما اذا بعد الصف الخامس، انا اذا بعد الصف العاشر، ثم اضغط على اوكي فانضافت. هاي الطريقة نفس الحالة الاولى، ونفس الحالة الطريقة الثانية، بهالمرة الذهاب أيضا إلى Formatting Bar والذهاب إلى Cases والضغط عليه، ومن ثم نضغط Add. أما إذا أردنا حذف عمود، فنستطيع أما من خلال تضليل العمود المراد حذفه. مثلا أردنا
أحذفنانه مرات حذفه أوكي، ثم نضغط ورا ما نظلله نضغط على كليك الأيمن فيظهر لنا مربع حوار، نختار منه ديليت variables. هنا راح تظهر لنا هذه الرسالة مسج إنه سوف تقوم بحذف العمود رقم 9 إلى العمود رقم 9 في حال تظهر لنا يعني نحذف أكثر من عمود وفترتيب معين. طبعا عند الموافقة سوف نضغط على أوكي، وعندما نريد نتراجع راح نضغط على كانسل. ونفس الحالة أكو من شريط أيضا Formatting Bar، بالضغط على Vars أيضا Delete، ونفس الرسالة اللي قبل شوية، وإذا إذا ضغطنا OK سوف نحذف. أما إذا أردنا مثلا حذف بيانات في عمود من غير أن نقوم بحذفه، راح نستخدم الإعاز Clear. الإعاز Clear، نضغط على Clear، اختفت جميع الداتا الموجودة وين في هذه هذا العمود الأول. أيضا من قائمة Vars يوجد الأمر move. هذا الأمر move ممكن أن نستفاد من عنده في عملية تحريك الأعمدة، يعني بين قوسين انتقال الأعمدة من مكان إلى آخر. فمثلا لدينا هذه الأعمدة، أريد أنقل هذا العمودين بعد التضليل، نذهب إلى Vars ثم نقول له Move. هنا يقول لك أنت حتحرك From Var 3 to Variable Var 4 Insert After 30. يعني حيخليه بعد العمود 30. لا، أنا ما أريده بعد العمود 30، أنا حقيقة أريده بعد العمود رقم 6 مثلا. حقول له OK فانتقلت هذا move اوكي نبع السبعة مثلا اقلهم اوكي، نستطيع طبعا التراجع كان عنده اوكي، فنتراجع من خلال راح نستخدم الآن البرنامج في ما يعرف للتحليل. طبعا قمنا في البداية بإدخال 40 قيمة في العمود الأول حتى نستطيع أن نحلل هذه البيانات. نذهب إلى Statistics ومن ثم Basic Statistical Tables ومن ثم Descriptive أيضا Descriptive ومن ثم نضغط على OK. بعد أن قمنا بالضغط على OK سوف نلاحظ هنا نون، بمعنى انه لم يقم بتحديد العمود اللي احنا نريد. فنضغط على variables ونختار العمود الموجود في الداتا اللي هو مثل ما تشوفون هنا الماوس نأشر عليه هو variable 3، نضغط عليه ونحدد. اذا هنا قام بتحديد variable 3.
بعد أن قمنا بتحديد العمود كما مؤشر هنا، سوف نحاول أن نتعرف على رسالة الحوار هذه، المسج هنا الموجود، حتى نتعرف على أساس شو احنا نستخرج القيم وأي ما. طبعا الفار 3 هنا تمثل العمود، الأدفانس تمثل مقاييس النزعة المركزية، Summary Statistics ملخص مقاييس النزعة المركزية، وهو مشابه للسمري الموجود هنا اللي هو أيضا ملخص. هنا يمثلنا Summary Graphs اللي هو ملخص الرسم، وهنا الهيستوغرام اللي هو لإيجاد الرسم. لنفرض أنه من خلال هذه البيانات الموجودة أمامي نحتاج لاستخراج find minimum and maximum and variance. مطلب الثاني find standard deviation mean mode. مطلب الثالث find second max frequency. الرابع find max class and its frequency. طبعا مثل ما بينا هو بعد أن قمنا بإدخال هسه البيانات وترتيبها راح نختار Advanced، راح تظهر لنا اختيارات، نختار من عندها المطالب اللي حددناها قبل شوية في السؤال، Minimum and Maximum تم تأشيره، variance نأشره، find standard deviation mean mode، standard deviation mean and mode، هذا هو المين، هذا هو المود، والstandard deviation مؤشر. الآن راح نضغط على summary، استخرجنا القيم، بمعنى انه هنا احنا عندنا 40 قيمة، المين مالته هو 50 عدد صحيح 067، المود ملتين، الفرنكسي اوف مود 4، المينيمم القيمة الصغرى هي 48.7، والماكسيمم هو 51.4، بينما الفارينس هو 0 عدد صحيح 4.3.2.5، والستاندرد ديفيجن يمثل ان 0 على الصحيح 6.5.7.6. ولإيجاد بقية المطالب المتبقية فيتم ذلك من خلال الرسم. فلإيجاد الرسم نذهب من جديد، نضغط على كويك، نرجع إلى هنا، نضغط على هيستوغرام، ظهر لنا الرسم. نضغط هنا على شكل هيستوغرام، ومن ثم رايت كليك، تظهر لنا قائمة، نختار من هذه القائمة plot properties. من ظهرت لنا هذه القائمة نختار منه الأمر line. هنا سيظهر لنا ما يعرف بالبوليجون فريكوانسي بالإضافة للهيستوغرام، وأيضا بالإضافة للفريكوانسي كيرف، وكما واضح أمامك. لإزالة هذا الهيستوغرام هنا نضغط على الهيستوغرام، ومن ثم رايت كليك، ونختار بار اوبشن. من خلال البار اوبشن نرفع السطح الموجودة هنا display bars، ومن ثم اوكي، فاختفى مثل ما نشوف الهيستوغرام امامنا، فبقى هذا الرسم. ولإيجاد قيم الـ X والـ Y نضغط على Polygon Frequency
بحيث يتغير شكله مثل ما هسه شفتوا، نغير شكله. كليك ايمن ولا ما نضغط، ومن ثم رايت كليك، نختار بوينت تيبل. ظهرت لنا كما سنوضح هذه الرسالة. شح نخلي هنا، طبعا هاي مغلقة اللي تشوفوها، فحتى نقدر نمليها نضع صحنا display point labels، ونخلي تأشيرات بالنسبة للإكس وبالنسبة للواي. نضغط على أوكي، ظهرت لنا أوكي. فبالتالي المطلب الثالث find second max frequency، لأن شرح تمثل لنا رقم 8. المطلب الرابع find max class mark and its frequency، find max class mark، أعلى قيمة. طبعا احنا هنا بالنسبة للإكس، طبعا احنا من نحكي ماكس هنا، فبالتالي هي شو تمثل؟ تمثل القيمة الأبعد اللي هي 51 25%، and its frequency اللي هي تمثل لنا الثلاثة. find max frequency، طبعا الفريكونسي شيء يمثل الواي، فبالتالي القيمة نحو الأعلى، فأعلى قيمة بالنسبة للفريكونسي هنا هي ايش قد؟ هي الثلاثة. المطلب الأخير find second class mark and its frequency، ثاني أعلى قيمة بالنسبة class mark، find second class mark، second class mark اللي هي 48 و75%، والفريكونسي مالتها اللي تمثل الأربعة. طبعا علم الإحصاء مفيد جدا في كثير من الدراسات، وما قمنا باستخراجه الآن من مين ومود ستاندرد ديفيجن والقيم العليا فريكوانسي والقيم الصغرى إلى آخره، وكذلك من الممكن استخراج السام والميديوم، وكذلك أيضا عندنا ستاندرد ديفيجن أوف إيرور، كلها تفيد في الدراسات عندما يقوم الشخص بإعداد مجموعة من الدراسات. طبعا الدراسات هنا إن كانت دراسات من طلاب طب أو هندسة أو إحصاء أو أي مجال علمي. وكذلك يجب أن نوضح ونبين أن الستاتيستكس، برنامج الستاتيستيكا، هو واحد من عدد كبير من البرامج الموجودة والمهمة، منها الـ SPSS، منها المانيتاب، والعديد. هذه البرامج في أغلبيتها هي نفس الفحوة، نفس الغرض، اللي هو استخراج مقاييس النزعة المركزية وتوزيع الطبيعي وقيم المين والمود إلى آخره. طبعا من الممكن الرجوع للواجهة الرئيسية بالضغط هنا، حتى رجعنا الواجهة الرئيسية هنا الادفانس، نضغط كويك ترجعنا. ان كان مثلا سامري جرافس، هذا هو السامري جرافس اللي خرج هسه امامنا، وهذا هسه ايضا هنتعلمه ان شاء الله في المحاضرة القادمة.